حمزة وصل جديدة، باب للحوار بيننا وبينكم. آثار لقرار إنهاء أزمة المعاشات والتأمينات على الحكومة والموازنة العامة وكل المستفيدين من المعاشات والتأمينات في مصر. هذا القرار بالتالي يخص قطاع عريض في المجتمع المصري كما يخص الحكومة المصرية ويؤثر على موازنتها العامة. ما هو السر وراء توقف هذه الأزمة وتعطلها فترة طويلة جدا، وتضخم مبلغ المعاشات والتأمينات إلى رقم وصل إلى حوالي 900 مليار جنيه، ولما تفاقمت هذه الأزمة طوال هذه السنوات، وكيف يؤثر القرار الذي اتخذته الدولة مؤخرا بحل هذه الأزمة على كل الجوانب، الدولة وأيضا المواطن. نحن نطرح الموضوع للنقاش اليوم من خلال همزة وصل، والسؤال التالي كعنوان للحلقة وهو: كيف يسهم قرار إنهاء أزمة التأمينات والمعاشات في تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة وبالطبع عن المواطن؟ كيف يسهم قرار إنهاء أزمة التأمينات والمعاشات في تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة؟ هذا هو سؤال حلقة اليوم الذي نرغب أن تتواصلوا معنا عبر فضاء الإنترنت في الإجابة عليه، وبالتأكيد همزة وصل إي جي سبيلكم للتواصل معنا من خلال الصفحات المختلفة وعلى رأسها صفحتنا للتواصل الاجتماعي على فيسبوك. نحن في انتظار آرائكم المختلفة بالتأكيد على همزة وصل إي جي، لكن دعونا كالمعتاد نبدأ موضوع الحلقة بتقرير يعرفنا على جوانبها. بعد موافقة البرلمان على مشروع قانون التأمينات والمعاشات الاجتماعية الجديد المقدم من الحكومة، قال رئيس مجلس النواب علي عبد العال إن مشروع قانون المعاشات جزء من الموازنة العامة الخاصة بالعام المالي 2019-2020. مزايا كثيرة وضعتها الحكومة بمشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد لمعالجة التشوهات الكثيرة بالقوانين الحالية للتأمينات، أبرزها وضع آلية جديدة لرفع الحد الأدنى للمعاشات والزيادات الدورية لها واستثمارها بشكل اقتصادي يضمن استدامتها المالية، ووضع عقوبات صارمة تصل للسجن والغرامة للتصدي لظاهرة التهرب من دفع اشتراكات التأمينات. التشريع فض التشابكات المالية مع الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي، وذلك بإلزام الخزانة العامة بسداد مبلغ 160 مليار جنيه سنويا للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لمدة 50 عاما، ويزداد المبلغ بنسبة 5.7% مركبة سنويا مقابل تحمل الهيئة كامل التزامات الخزانة العامة الحالية والمستقبلية، وذلك في المعاشات القائمة وزيادة المعاشات السنوية وشطب المبالغ المستحقة للتأمينات لدى الخزانة العامة وبنك الاستثمار، كما وضعت إجراءات صارمة لمنع تراكم ديون جديدة على الخزانة العامة للدولة لصندوق التأمينات. وزارة التضامن ضمت القوانين الأربعة في قانون واحد وأطلقت عليه قانون التأمينات الاجتماعية الموحد مع تعديلات نسبية في بعض المواد القديمة واستحداث بابين متعلقين بتنظيم أموال التأمينات، حيث تمثل أموال التأمينات مجموع المبالغ التي يتم تحصيلها من أصحاب العمل وكذلك من العاملين المؤمن عليهم كنسبة مقتطعة من رواتبهم في شكل شراكات شهرية طوال فترة الخدمة في العمل ليحصل عليها الموظف كمعاش عقب انتهاء مدة الخدمة والتقاعد. أهلا بكم مجددا. كانت هذه هي أهم الملامح لقانون التأمينات الاجتماعية الجديد الذي يحاول أن يفض التشابكات السابقة التي كانت سبب في عملية التراكمات التي وصلت بمديونيات إلى 900 مليار جنيه كما نعرف جميعا. ماذا عن آرائكم حتى الآن؟ دعونا نسأل محمد عنها. محمد عبد الحكم، ماذا لديك؟ مساء الخير مجدة. بالفعل هناك مجموعة كبيرة من التعليقات حول موضوع حلقة اليوم وعلى مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. سنبدأ بقراءة التعليقات مع هناء محمد. بتقول: مشروع قانون التأمينات الجديد يضمن للعامل حياة آمنة، فهو يؤسس لمرحلة جديدة مقبلة قائمة على إصلاح منظومة التأمين والمعاشات من حيث استقلالية إدارة أموال التأمينات وإدارة المنظومة كاملة، ومن مميزاته فك الاشتباكات المالية بين الخزانة وبين أصحاب المعاشات والتوجيه بإعادة أموال التأمينات إلى أصحابها. محمود عبده بيقول: يا ريت نوضح إزاي إنهاء أزمة المعاشات هتخف مع الأعباء على الموازنة. المفروض إن
المعاشات دي صناديق خاصة مالها ومال الموازنة؟ معلش ممكن توضيح. وليد مدكور بيقول أزمة المعاشات لها مشكلتين، مشكلة ديون الدولة لصالح المعاشات وانخفاض مبالغ المعاشات للناس، لابد من حل المشكلتين ورفع قيمة معاش نهاية الخدمة للموظف بما لا يقل عن 80% من إجمالي الدخل. أشرف فاروق بيقول مصر دولة مؤسسات والاهتمام بتحقيق الفصل والمؤسسية وتحقيق الاستقلال المالي لتلك المؤسسات الوطنية يعطي للدولة مزيدا من الشفافية ويخلق جوا من المنافسة والكفاءة والتمييز للقطاعات ويدعم توجه الدولة في تحقيق اللامركزية وتحقيق دولة المؤسسات بشكل متكامل وأفضل وتعطي الدولة المرونة لتحقيق برامجها التنموية والاهتمام بالتشغيل. مشارك آخر السيد بيقول أنا شايف من وجهة نظري أزمة المعاشات والتأمينات في تخفيف الأعباء لأن الدولة ملزمة توزيعها الكامل من المعيشة الكريمة وأخذ حقهم زي مواطن يعيش على أرض مصر. أصحاب المعاشات لهم كل التقدير والاحترام على ما بذلوه من صالح وطنهم وتأتيه الخدمة على أكمل وجه. إذن هذه معظم التعليقات التي وصلت، الكل يعلق على هذا الموضوع الهام. أنتقل الآن إلى زميلتي مجدة لكي تبدأ اتصالاتها الهاتفية. إليك مجدة. شكرا لك محمد، سأعود لك بالتأكيد مرة أخرى. دعونا نبدأ الاتصال الهاتفي مع المختصين معنا عبر الهواء. على الهواء عفوا، معنا تظهر الأسماء حالا على الشاشة دكتور يسري الشرقاوي مستشار الاستثمار الدولي ودكتور هشام إبراهيم أستاذ الاستثمار بجامعة القاهرة. بداية الحوار مع دكتور يسري الشرقاوي مستشار الاستثمار الدولي والتنمية الاقتصادية. دكتور يسري أهلا بك. أهلا وسهلا بك وبكل مستمعينك ومشاهدينك ومتابعينك. دكتور يسري، هو إيه اللي أحدث عملية التشابك فيما سبق وأدى لعملية التراكمات اللي شاهدناها حتى يعني نطلع المشاهد على حقيقة المشكلة أولا؟ في البداية خلينا أقول أنه التأمينات زيها زي التأمين الصحي، زيها زي التعليم، زيها زي مناحي كتير جدا فيما كان يحدث في مصر في 40 عام الأخير. وأتصور من وجهة نظري أن مشاكل كتير جدا أو قرارات كتير جدا كانت تتخذ بغير دراسة وبغير جزء علمي ممنهج يتبع طرق الاستثمار المثلى وطرق الاستثمار الأمثل وآلياته. نعم. وبالتالي كان هناك العديد من المشكلات التي تواجه هذه الأمور. مرات نقول ندخل نستثمر في البورصة 1% من أموال التمويلات الاجتماعية، ومرات نقول لا البورصة تطلع إشاعات، لا البورصة ما كسبتناش، ومرات أخرى نودي فلوس بنك الاستثمار ب 8%. وكثيرا من هذا اللغط اللي دار كتير جدا فترات طويلة أدى في النهاية إلى أننا لدينا ما يقرب من 842 مليار جنيه، ودي حجم أموال التأمينات الاجتماعية لم تستثمر الاستثمار الأمثل، ولم تحقق خلق فرص عمل، ولم تحقق زيادة حتى على أصحاب التأمينات وأصحاب الاشتراكات، ولم تتواكب مع معدات التضخم، لأن زيادة الاستثمار والاستثمار لهذه الأموال يؤدي إلى وجود عائد، هذا العائد من شأنه أن يغطي الهوة ما بين معدلات التضخم اللي بتحصل ولا سيما أنها حدثت في مصر نتيجة عملية الإصلاح الاقتصادي الشامل وما واكبه من غلاء أسعار ومن ارتفاع في بعض المواد الطاقة وإلى آخره. وبالتالي إحنا ما كانش لدينا قانون، ما كانش لدينا توجه او قانون مدروس يجمع قوانين التأمينات الاجتماعيه وليس قانون التأمينات تشريع موحد. شامل للتأمينات الاجتماعيه او قانون موحد. بالضبط. نعم وبالضبط دي احد المشكلات. وبالتالي انا مش هقدر استثمر الا بقانون تأمينات موحد يشمل كل القرارات الوزاريه ويشمل كل الجراحات اللي تمت سواء كانت جيده او غير جيده تستبعد. ايضا جميع القوانين صدرت للتأمينات الاجتماعيه على مدار 60 عام المنقضيه ايضا تتواكب مع لغه العصر ومع لغه الاستثمار في هذا العصر وما يحدث في الدول المتقدمه والمتطوره بشهاده التأمينات الاجتماعيه. طيب ايضا لابد ان تنظر الى ما هو المطلوب في المرحله الحاليه. نعم. طيب اسمح لي يا دكتور يسري ان انا اشرك معنا في هذا الحوار دكتور هشام ابراهيم استاذ الاستثمار بجامعه القاهره، على ان اعود اليك لنستكمل الحوار جميعا سويا. دكتور هشام انت معي؟ مساء الخير، تحياتي لحضرتك وسلام شريف. مساء النور يا دكتور هشام. دكتور هشام، الاستثمار فيما سبق اللي تسبب في تراكم مشكلات التأمينات والمعاشات، هل كان في صالح مستحقي التأمينات والمعاشات؟ طيب خلينا نوضح على انه اوجه الاستثمار وطريقة الانفاق في الاستثمار مهم انه يحكمه
عدد من الضوابط. يعني مهم قوي انه اموال التامينات حينما تستثمر، مهم قوي انه بعد السيوله يكون متوافق، بمعنى انه اذا احتاجت الدوله او المسؤولين او القائمين على اداره اموال التامينات اذا احتاجوا قدر من السيوله في توقيتات محدده مهم انها تكون متاحه. الامر الثاني هو درجه الامان، مهم قوي انه اموال التامينات حينما تستثمر باكبر قدر من الامان لانها مستحقات بشكل او باخر، خالي من المخاطر او قليل او ضعيف المخاطر. الامر الثالث هو مراعاه البعد الزمني في الاستثمار، بمعنى انه مهم قوي انه اموال التامينات يكون الاصول استعداد هذه الاموال والعائد المستحق عليها يكون في توقيتات متباينه فيما بين الاجل القصير والمتوسط والطويل. هذه المعايير اتصور انه بحكم الظروف اللي مضينا بيها داخل الاقتصاد المصري خلال سنوات طويله هذه الضوابط والمعايير لم تكن مطبقه بقدر كافي، وبالتالي الحقيقه نشا انه لا في مشكله في اموال التامينات والحكومه هي كانت مستحوذه على جزء منها والحكومه هي اللي بتحدد العائد على هذه الاموال، وبالتالي درجه التراكم اموال التامينات والمعاشات بعوائد جيده عليها لم تكن متوفره بقدر جيد. مهم قوي انه في الوقت الحالي اما وانه التشابكات فيما بين اموال التامينات والمعاشات واموال الحكومه والخزانه العامه حاليا هذه التشابكات بيتم فضها، مهم قوي انه يكون في اداره جيده لاموال التامينات والمعاشات تدار وتضع نصب اعينها هذه المعايير اللي تحدثنا عنها درجه دكتور هشام. هو اللي عمل التشابك دخول الدوله في عدد من الاستثمارات في اموال التامينات والمعاشات بدون حسابات في فتره من الفترات لطبيعه المكسب والخساره او الاستثمار الامثل يعني زي ما بنقول، ولا عدم وجود تشريعات ضابطه للعمليه؟ لا، خلينا نوضح على انه ما نحن عليه الان او قبل اصدار قانون جديد وقبل توجه جديد من الحكومة الحالية، الحقيقة احنا بنتحدث عن التاريخ والتاريخ مهم حينما يقيم في ظروفه وبتخططه. وبالتالي مش عايز الحقيقة أرجع لتاريخ ماضي لأنه قد يكون هناك في ما يبرر ما اتخذ من قرارات في حينها، لكن أما ونحن نتحدث الآن عن وضع جديد تسعى فيه الحكومة لفض التشابكات، تسعى فيه الحكومة ليه. بص يا دكتور هشام، أنا بقى أحاول إن أنا ألقي نظرة عامة على طبيعة التشابك علشان نشوف القانون الجديد حاول يفك التشابك ده إزاي وليه. لا، ما هو مؤكد الوضع الحالي او الوضع ما قبل الحالي الحقيقه كان وضع صعب للغايه. نعم. وكان مهم جدا انه يكون في هذا الفض للتشابكات اللي كانت قائمه، لانه الحقيقه هذا التشابك كان بيعرقل مش بس اموال التامينات والمعاشات لكن كمان كان بيعرقل الدوله، وما كانش في رؤيه واضحه، ما كانش الحقيقه في تقييم منضبط وحليم. وبالتالي مهم قوي انه هذه التشابكات يتم فضها في الوقت الحالي. والحقيقه امر جيد انه الموازنه العامه للدوله تتحمل جزء مهم من فض هذه التشابكات. نعم. فالحقيقه ده امر جيد من جانب الحكومه الحاليه يحسب لها، وتصور انه خلال الفتره القادمه هيكون لدى اموال التامينات والمعاشات القدر الكافي مش بس الوفاء بالالتزامات لكن كمان البحث في امكانيه ان يكون هناك مزيد من المزايا والمنافع تعود على اصحاب المعاشات بعيدا عن اثقال الموازنه العامه للدوله بمزيد من الاعباء. نعم. دكتور هشام اسمح لي بالعوده مره اخرى لدكتور يسري الشرقاوي مستشار الاستثمار الدولي. دكتور يسري انت معي؟ طبعا. نعم دكتور يسري، كانت هذه وجهة نظر تحليلية للدكتور هشام إبراهيم في قضية تشابك أموال التأمينات والمعاشات في الدولة، فكيف ترى أن القانون الحالي سيعمل على حلها بشكل يرضي جميع الأطراف ويضمن قانون يحمي الجميع؟ خليني طبعا أشكر الدكتور هشام إبراهيم على قدمه هي كنظرة عامة، ولكن خليني أقول لك أنه القانون الجديد فعلا في جزء كبير جدا جدا من التغيير اللي كانت الناس بتنتظره او كانت او كان اللي بيعملوا في حقل العمل سواء كان في التأمينات او في الاستثمار بينتظروا، حتى ايضا اصحاب المعاشات بينتظروه. وبالتالي هذا القانون وضع او عالج محاور كتير جدا هتكلم فيها، لكن قبل ما اتكلم فيها عايز اقول فلسفه الاستثمار واداره الاستثمار واداره التمويل لابد ان تكون فاعله بشكل في ايد ناس فعلا عندها قدره على اداره الاستثمار ده في الاموال. يعني النهارده
مش هينفع، ما كانش ينفع بأي حال من الأحوال إنه بوسط هذا التنظيم للتعاملات الاجتماعية إنها تدير صناديق وتدير 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 فيما يتعلق بالاستثمار. وبالتالي إنشاء هيئة قومية للتعاملات الاجتماعية كشخصية اعتبارية لها موازنة مستقلة، كوحدة اقتصادية مستقلة تتحسب مكسب وخسارة، فيها استقلال فني ومالي وإداري، ده أهم نقطة فعلا نقدر نقول هنبدأ بيها. لأنه هنا التوجه أو الفكر بقى فلسفة إدارة الاستثمار، لأن دي من ثم هتحتاج إلى متخصصين وإلى خبراء وإلى استشاريين وإلى ناس فعلا لديهم هذه القدرة، لأن هيكون في التزام للهيئة بأنها وفقا لصحيح القانون بأنها تقدم قوائم مالية ربع سنوية وسنوية ونصف سنوية للوزير المختص والمجلس الوزراء ومجلس النواب وحتى رئيس حتى رئيس الجمهورية. أيضا سيسمح هذا التعديل بإنشاء الهيئة كلها حق إنشاء شركات مساهمة وأنها تنشئ صناديق استثمار. يعني هناك حديث عن استثمار مباشر واستثمار غير مباشر. استثمار غير مباشر في أذون وسندات خزانة عامة بما لا يقل عن 75%، واستثمار مباشر ب 25%. وبالتالي هناك حق للهيئة أنها تنشئ صندوق للاستثمارات العقارية، ولابد أن يكون هناك طبعا وفقا لأحكام هيئة سوق المال، ولابد أن يكون هناك أيضا القادرين على إدارة هذه الصناديق ولديهم الخبرة والكفاءة، صندوق للتأمينات الاجتماعية وصندوق إدارة استثمار أموال التأمينات الاجتماعية. هذا القانون بملامحه وبشكله سيعالج في أبعاده كلها زي ما قلت لحضرتك في البداية مشاكل كتير جدا خلال السنين المنقضية تماما، ويفضل الاشتباك تماما، لأنه من ضمن هذا القانون الزام خزانة الدولة بأنها تعيد أموال التأمينات الاجتماعية اللي كانت موجودة لدى بنك الاستثمار القومي بمعدل 165 مليار جنيه بزيادة 5% سنويا على 50 سنة، وبالتالي نضمن عودة حقوق أموال التأمينات الاجتماعية. وبالتالي على 50 سنة ب 165 مليار جنيه بزيادة 5% حتى تنتهي ال 900 المديونية الكاملة اللي هي 900 مليار كاملة. وبالتالي احنا طيب هو السؤال اللي بيدور في أذهان الجميع دلوقتي هي مستحقي أموال التأمينات والمعاشات دي وضعهم إيه؟ بالعكس هناك أموال التأمينات والمعاشات النهاردة أيضا في القانون عشان خاطر يحميهم ويضمن وفقا لصحيح القانون زيادة سنوية 15% تعادل أعلى معدل تضخم. حتى لو وصل معدل تضخم 13-14-15% يبقى هناك زيادة سنوية دون أن تسقط كما تفضل الدكتور هشام على ميزانية الدولة من أموال من استثمار أموال المعاشات. هذا القانون أيضا لأول مرة في مصر سيكون هناك يسمح بأنه المنشأة أو المكان المشترك بيدفع 1% من إجمالي حجم الاشتراك شهري علشان يبقى فيه بدل بطالة أو بدل أو إعانة بطالة للغير حاصلين على فرصة عمل. وأيضا سيعالج العمالة غير المنتظمة وسيعالج العمالة اليومية ويخلق أمبريلا أو غطاء إلى شبكات تأمينات ما لم تكن تصل إلى هذا العدد، ويخلق العديد من المزايا التأمينية برضو. ليه؟ لأن أنا برضو بتكلم عن التصدي الرسمي وغير رسمي، بتكلم عن التأمين الاجتماعي زي وزي التأمين الصحي لابد أن يشمل كل الموجودين على أرض مصر. فبالتالي لابد أن أطلق قواعد لحساب المعاش تكون موحدة بين فئات المجتمع وتكون نص على ذلك. أيضا أن أنا لازم يكون عندي وضع حد أدنى المعاش، ما ينفعش يبقى عندي حد أدنى المعاش يقل عن 50% من الأجر المشترك. لابد هل ده موضوع بالفعل كمادة في القانون الجديد؟ طبعا. وده هيتم توفيره من أي أموال؟ يعني هل الموازنة العامة قادرة على توفير ده أم مش من الموازنه؟ ما انا عندي تحصيل اشتراكات حديثه وعندي سد وعندي جزء من هيتجدول من الخزانه العامه للدوله فلوس في البنك الاستثمار القومي. وبالتالي انا هقدر وبعدين عندي جزء اخش استثمره وعوائد استثمار. فبالتالي هي عايزه معادله ما هيش مش صعبه. بس التنفيذ الجيد يضمن سلامه ده وفقا لصحيح القانون. القانون النهارده سهل الموضوع وشرحه كويس جدا. لوائح التنفيذيه هتكون اكثر ايضاحا من ذلك، بس انا شايف ان ده عموما توجه جيد جدا للدوله انها تكون داخله على اصلاح ايضا لهذه الشبكه المتركبه. هو فكره اساسا الوصول لحل لهذه الازمه المتركبه منذ سنوات هو في حد ذاته جهد محمود من الدوله. الوصول بقى باصحاب المعاشات وان يبقى قيمه الدخل في المعاش نصف القيمه اللي كان مستحقه اللي كان بياخدها فعليا،
ده يعني اعتقد ان هو خطوه كبيره بالنسبه لاصحاب المعاشات والتامينات، و15% بالتاكيد بالظبط ما تقلش طيب. زياده 15%. كان في متاخرات بقى لم تكن، هل لم تكن تصرف في فتره تعثر هذه الازمه ام ماذا؟ لا انا ما اعتقدش، انا لحد معلوماتي لا يوجد اي متاخرات لدى مستحق المعاشات في جمهوريه مصر العربيه. فاذا لكن هناك ممكن تكون تاخر في استثمار الاموال نزل لعدم توفرها، عدم وجود صناديق، الاموال دي موجوده مع بنك الاستثمار القومي لكن ما فيش دخول على استثمار فيها او تنميه ليها بالشكل المطلوب وفقا للاليه الجديده، بكلها تاثير في زياده اموال المعاشات بالشكل الامثل. نعم نعم. هل دلوقتي التشريع القائم او القانون الموضوع حاليا بيضمن عمليه الاستقلاليه التامه لهيئه التامينات الاجتماعيه واموالها، ام ان هناك ايضا بخلاف الاطار التشريعي امور اخرى يجب حلها لضمان هذه الاستقلاليه الكامله؟ هو النص، هي الفكره مش استقلاليه كامله، هي في النهايه هيئه قوميه شخصيه اعتباريه تتبع الوزير المختص. نعم. يعني مش استقلاليه، يعني هيئه تتبع الوزير وبالتالي لمجلس الوزراء، ولكن هو هنا خصص حاجات معينة، دي جديدة بصراحة في الحقيقة. موازنة مستقلة في وحدة اقتصادية، ده شيء محمود جدا. استقلال فني ومالي وإداري، يعني أنا النهاردة العناصر اللي موجودة في الهيئة النهاردة علشان حتى تتفاعل مع صندوق الاستثمار أو تتعامل مع متخصصين في الاستثمار أو خبراء في الاستثمار أو حتى لو عرض عليها دراسات استثمارية أو لآخره، أكيد بالتأكيد الموجود حاليا بالشكل الحالي لا يستطيع إدارة استثمار سواء مباشر أو غير مباشر. يعني حتى الكوادر الإدارية الموجودة، وبالتالي هو وضح في القانون أنه هو هيديله مساحة أنه يبدأ يتعامل استثماريا، وبالتالي بحث الاستقلال الفني والمال والإدارة ده هيبحث عن كوادر، هيبحث عن مجالس إدارة للصناديق تنشأ، ممكن تكون خارج من خارج الهيئة تماما. لكن الموجود حاليا داخل الهيئة من كوادر إدارية ومالية وفنية لا تستطيع التعامل مع لغة الاستثمار الحديثة وعصر الحديث، وبالتالي كان لازم تعديل. نعم. حتى وزير المختص أو قام على الأمر مش هيقدر ياخد قرار وهو ما عندوش قانون يحميه. ده بالتأكيد. بين الشخصيات والكوادر اللي تستطيع أن تجري الاستثمار بالشكل الأمثل وفقا للمعطيات الموجودة حاليا، حتى نستطيع أن نسير يعني إحنا مش أول دولة برضه تخترع العجلة في الاستثمار واستخدام أموال التوافق في الاستثمار. عندنا دول تقدمت في ذلك زي المغرب، عندنا دول في اوروبا تقدمت في ذلك تماما وبتقدر يعني انا عايز اقول لك ان فرص العمل ايضا كل شوف المليون عشان اوفر فرصه عمل لواحد بكافه 2 مليون جنيه في السنه. تمام. وبالتالي انا بحجم الاستثمار ده لو توفر سنويا سواء انا لو كان حتى على 25% مش ال 75 اللي يظن استثمارهم في فلوس الخزانه، يعني اقدر اوفر كام فرصه عمل في البلد وايضا استثمر اموالي واحقق نجاحات. يعني احنا الفكره جايه متاخره، ولكن برضو يعني انا بقول ان يشمل التامينات الاجتماعيه الاصلاح مثلها مثل اي شيء في مصر بيتم اصلاحه حاليا، فده امر محمود. بالضبط. المدى الزمني اللي من وجهه نظر حضرتك سيتم هذا الاصلاح لمنظومه التامينات والمعاشات قد ايه كوقت؟ انا من وجهه نظري الشخصيه انه وفقا بعد اللوائح التنفيذيه والاداء المباشر من 3 لـ5 سنوات، من 3 لـ5 سنوات لوصولنا لحاله التطبيق الكامل المتكامل. بالضبط. بالضبط بشكل امثل يعني. نعم. واستفاده اصحاب المعاشات من وجهه النظر الجديده في طبيعه الاستحقاقات اللي هياخدوها، استحقاقات والزيادات السنويه 15%، وربما يكون هناك اشياء اخرى كتير، لانه انا قلت العماله غير منتظمه تخضع، العماله اليوميه ممكن تخضع ويكون لها مزايا في بطاله في نسبه في عن البطاله لبعض المهن وبعض الامور، يعني في كتير جدا من المزايا زي ما بنسمع كتير عن الدول المتقدمه اوروبا وامريكا في عن البطاله. ما بتيجي منين؟ بتيجي ايضا من شبكه التامينات الاجتماعيه قويه. بالتاكيد بالتاكيد. ده كله لا يمثل عبء جديد على موازنه الدوله انها تمشي انها تمشي في المضمارين حل الازمه السابقه واضافه ابعاد جديده. لا مش بالعكس، ده سوف يعني انا من وجهه نظري انها مش هتثقل كاهل الدوله ولا تثقل موازنه الدوله، بالعكس الدوله الان اذا اعادت بهذا القانون وبهذا الاداء هيكله الهيئه القوميه للتامينات الاجتماعيه، وفعلا بقى الفكر استثماري وبقى في دخل من استثمار هذه الاموال مرتفع، ستستطيع الهيئه انها تغطي كل احتياجاتها وتغطي كل التزاماتها، وبالتالي هيكون لديها فائض ايضا ما عندهاش مشكله. لكن ان تظل الاموال
ب8% او ب7% او بدون اداره جيده للاموال وبتنميتها او باستثمارها الاستثمار الامثل في مدد زمنيه جيده وبشكل امثل في مشاريع ليها قدر من الدراسه واداره جيده، بالتاكيد مش هتبقى طول عمرها يعني في ثقل على الموازنه العامه للدوله. الموازنه العامه للدوله النهارده هتحل المشكله تماما وفقا لما ذكر وطلعت به كل الانباء الصادره عن هذا القانون، ان في التزام بكذا 160 مليار سنويا، وبالتالي انا ما عنديش اي مشكله حتى هذه اللحظه في سداد معاشات او سداد مستحقات لدى مستحق المعاشات في جمهوريه مصر العربيه واصحاب الاشتراكات، لكن انه ازاي اطور من ادائي وانا اتحول لبروفيت سنتر ومركز ربحيه وان هذه الاموال تحقق ارباح وتحقق ارباح جيده تعود على توفي بالالتزامات وتعود على اصحاب المعاشات دون ان تسطر على كاهل من الدوله، فهو ده الامر السليم. نعم بالتاكيد. انا بشكرك دكتور يسري الشرقاوي مستشار الاستثمار الدولي على كل ما قدمته من معلومات ووجهه نظر في هذه الحلقه، كما اشكر ايضا دكتور هشام ابراهيم استاذ الاستثمار بجامعه القاهره. يعني هذه المساحة التي حاولنا أن نغطيها في قانون المعاشات والتأمينات السابقة الحالي الجديد الذي تم إقراره أو وضعه ومناقشته بيضيف بعد جديد جدا من الاستقرار لأصحاب المعاشات في المرحلة المقبلة وحل لأزمة مزمنة طالما وكثر الحديث عنها لسنوات في الحقيقة. ربما إزالة هذه التشابكات بالقانون الجديد وما تعمل عليه الدولة حاليا هو أيضا يعني نقدر نقول إن هو خطوة للأمام في قضية المعاشات في مصر اللي بتسعى الحكومة جاهدة إنها تصلح من أحوالها سواء بالزيادات المتتالية أو بهذا القانون اللي هيغير من الوضع كثيرا واللي بنتمنى إنه يغير لما هو أبعد من ذلك أيضا أكثر من نسبة 50% وال15% اللي تحدثنا عنها. دعونا نرى آرائكم حتى الآن ثم نعود مرة أخرى للحوار، فدعوني أتحول لمحمد عبد الحكيم. محمد ماذا لديك؟ شكرا مجدة. هناك مجموعة أخرى من التعليقات سنبدأ بقراءة تلك التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مع أحد المشاركين. عبد الراضي بيقول الارتفاع في الأسعار ورفع الدعم عن المحروقات، المستفيد الأول هم أصحاب المعاشات والتأمينات فهي بعيدة عن مقدرات الدولة من حيث الأعباء، لكن لابد من رسم تخطيط لتلك الفئات التي تحتاج للدعم بطرق يستفاد منها أصحاب المعاشات والتأمينات، وهي الاستثمار البشري وهي أهم الموارد التي تسهم في رفع الأعباء عن الموازنة العامة للدولة. أحمد سالم بيقول قانون إصلاح نظام التأمينات والمعاشات الجديد سيكون بمثابة أنف راجع وحل جذري لأصحاب المعاشات لأنه سيصلح النظام المالي للتأمينات. قبيصي بيقول ما هي أزمة المعاشات؟ ناهد بتقول ببساطة يتم خصم التأمينات والمعاشات لتستطيع الدولة دفعها أو تقدمها في صورة دعم عيني لأصحابها. في وقت من الأوقات يتم التعامل مع تلك الأموال كمورد لوزارة المالية وتلك السياسات تنتج عنها ضياع حقوق أصحابها في الحصول على عائد كدعم أو ضمان حقوقهم فيها على أساس أنها خرجت من وزارة المالية كراتب وعادت لوزارة المالية كمورد نتيجة القسمة، وطبعا ده فساد عندما قال الرئيس بإعادة الحقوق لأصحابها وهي عمل هي اقتصادية مستقلة وصندوق خاص لإدارة تلك الأموال فلابد من المحافظة عليها كما قال الرئيس. إذن هذه كل التعليقات التي وصلت، أنتقل مرة أخيرة إلى زميلتي مجدة. إليك مجدة. شكرا محمد على كل هذه الآراء التي تبدي اهتمامها بقضية التأمينات والمعاشات وبما قال الرئيس عن ضرورة حل هذه الأزمة التي نتحدث الآن عن الحلول التي أضيفت لها أو التي طرحت لها على الأرض، لكن ما هي طبيعة الاستثمارات الآمنة التي يمكن أن تدار من خلالها أموال المعاشات والتأمينات ولا تتعرض للأزمة السابقة؟ ربما القانون يفك التشابكات، لكن ماذا عن أمان الاستثمار؟ دعونا نتساءل. معنا الأستاذ محمد حامد الخبير الاقتصادي والأستاذ كمال ريان المحرر لشؤون مجلس الوزراء. أرحب بضيفين الكريمين. بداية الحوار مع أستاذ محمد حامد الخبير الاقتصادي. أستاذ محمد أهلا بك. أستاذ محمد حامد طيب يبدو أن أستاذ محمد لا يستطيع استماعي بشكل واضح، فأنا أتوجه للأستاذ كمال ريان محرر شؤون مجلس الوزراء. أستاذ كمال أهلا بك. أهلا وسهلا. أستاذ كمال، لما نتكلم عن تغير وضعية أموال التأمينات والمعاشات وحل تشابكات لها سنوات طويلة من الحديث المكثف عنها، فنحن نتحدث عن انفراجة، إذن كيف ترى الأمر؟ نعم، يعني هو بالفعل يمكن هذه الحكومة فتحت ملف فض التشابكات المزمنة الحقيقة بين الوزارات فيما يتعلق بالمديونيات المتبادلة بين الوزارات.
الحقيقة هذا الموضوع كان بيؤثر بشكل كبير جدا أولا على موازنة الدولة وعلى انضباط موازنات الدولة خلال العقود الماضية. كان دائما بيكون في من الصعب كان بيحصل نوع من الارتباك في الموازنة، نوع من عدم الالتزام وعدم القدرة على تنفيذ مؤشرات الموازنة، وده يمكن كان بيؤثر أيضا على أي إجراءات للإصلاح المالي. الشيء الثاني وده المهم كان بيؤثر على المواطنين أنفسهم سواء فيما يتعلق بالتأمينات فيما يتعلق بالكهرباء وغيرها. فالحقيقة فضلت الشبكات أحد الملفات المهمة اللي بتؤكد عليها الحكومة واللي بتوليها أهمية كبيرة جدا. يمكن رأينا القرارات اللي تم اتخاذها فيما يتعلق بفضل الشبكات فيما يتعلق بأموال التأمينات الاجتماعية ما بينها وبين الخزانة العامة للدولة، وتم إلزام الخزانة العامة للدولة بسداد مستحقات التأمينات اللي هيسدد حوالي تريليون جنيه على مدى 4 سنوات منها 160 مليار هذا العام. الحقيقة هذه الأموال الضخمة والكبيرة هيتم وده الشيء المهم هيتم استثمارها من خلال صندوق استثمار هيتم إنشاؤه لهذا الغرض. ده هيعظم استثمارات هذه الأموال وفي نفس الوقت أيضا بيحقق الانضباط للموازنة العامة للدولة. طيب هنا صندوق الاستثمار ده إيه اللي بيحكمه حتى يكون عملية الاستثمار هذه المرة آمنة لا تعرضه لهذه الارتباكات التي رأيناها من قبل؟ نعم يعني لا هو طبعا من قبل كان في محاولات طبعا لكن كانت محاولات بتقوم بها الوزارة نفسها يعني طبعا ما قبل حتى يناير 2011 كان فيه محاولات قبل كده قامت بها وزارة التأمينات لاستثمار جزء من أموال التأمينات في البورصة والحقيقة كانت تجربة غير طيبة إطلاقا. لكن احنا الآن نتحدث عن صندوق استثمار محترف ستقوم عليه محترفون متخصصون في إدارة الاستثمار. هيكون صندوق يعني هيستثمر أمواله في أوجه استثمار اللي احنا بنسميها الأوجه الاستثمار اللي بتعطي بيكون عائدها يعني مضمون، أوجه مختلفة للاستثمار ليس طبعا مش منها طبعا الموضوع المضاربة في البورصة زي ما حدث قبل كده كانت تجربة يعني أو مش هنسميها مضاربة نقول حتى الاستثمار في البورصة لا، لكن ممكن يستثمر في العقارات أو في غيرها أو في المشروعات القومية أو في غيرها من المشروعات اللي ممكن تعطي عائد مضمون. وهيكون إدارة وزي ما إدارة والاستثمار تكون بناء على دراسات جدوى. لا طبعا بالتأكيد هذه التجربة ستكون مختلفة تماما وهتعطي الحقيقة يعني قدرة لتعظيم العائد من هذه الأموال الحقيقة لصالح الأموال أصحاب المعاشات في المقام الأول. أنا عايز أقول بس إن ده بيتلازم مع إجراءات تم اتخاذها مهمة جدا فيما يتعلق بإصلاح الهياكل والأجور وأصحاب المعاشات تحديدا، وهو إصلاح واجب الدولة مؤمنة به وقبل كده تحدثت كثيرا تم اتخاذ قرارات فيه كثيرة والسير بأصحاب المعاشات نحو تحسين وضعيتهم وهو مطلوب لأنها مشكلة كبيرة. لكن حضرتك بترى النسب المطروحة في عملية الإصلاح لوضعية المعاشات إزاي اللي الدولة بتطرحها حاليا؟ نعم يعني الدولة فعلا اتخذت قرارات من ضمنها مثلا ان هيتم وضع حد ادنى المعاشات زي ما تم وضع حد الاجور، والحقيقة كانوا اصحاب المعاشات دائما ما بيشتكوا على مدى عقود طويلة ان هم معاشاتهم منخفضة وما فيش الحد ادنى. الشيء الثاني ان هيكون فيه زيادة سنوية 15% لاصحاب المعاشات زي الاجور ايضا يعني العلاوات والزيادات السنوية. كل ده اصلاح طبعا ما كانش ممكن يتم دون استثمار افضل لاموال التامينات. الحاجه الثانيه حقيقه ان يعني احنا واحنا بنتكلم عن النهارده وهذا العام الحكومه لاول مره تحقق المؤشرات اللي هي كانت وضعها كخطه تحققها بالفعل وتحقق اكبر نسبه نمو منذ عام 2000 ما تحققتش هذه النسبه قبل ذلك. فالحقيقه هذا الانضباط المالي بدأ يؤتي ثماره حتى من ناحية الإصلاح الاقتصادي من ناحية التنمية من ناحية نسبة النمو وغيرها. فالحقيقة الموضوع هيكون له مردود من كل النواحي اقتصاديا وعلى موازنة الدولة وعلى المواطن وعلى أصحاب المعاشات أيضا. وده اللي احنا بنتمناه يعني أن أصحاب المعاشات والمستفيدين من التأمينات يكون ده مردود عليهم بشكل إيجابي قوي. بنحتاجه في هذه الفترة الاقتصادية اللي هي صعبة على الجميع أن هم يستفيدوا من هذه الأموال بصورة حقيقية. أنا بشكرك كثيرا أستاذ كمال ريان محرر شؤون مجلس الوزراء، ويعني احنا جميعا
في انتظار أن هذا القانون يأخذ مساره بشكل حقيقي، يفض هذه القضية التي طال الحديث عنها، يأخذ مساره على الأرض في تنفيذ الكثير من الإصلاح الاقتصادي لأصحاب المعاشات والتأمينات الاجتماعية، ويتجد أموال المعاشات والتأمينات نافذة استثمار حقيقية آمنة، ونضع تحت كلمة آمنة عشرات الخطوط حيث تعود هذه الأموال لمستحقيها بشكل حقيقي بدون أي تشابكات أخرى. لم يتبقى لنا في هذه الحلقة سوى سؤال حلقة الغد، وهو كيف ترى أهمية وضع خريطة أونلاين للمناطق الصناعية لخدمة المستثمرين؟ كيف ترى أهمية وضع خريطة أونلاين على الإنترنت يعني للمناطق الصناعية لخدمة المستثمرين متاحة طول الوقت؟ هذا هو سؤال حلقة الغد. نرغب في أن تتابعونا على همزة وصل إي جي بإبداء الآراء، وأن تشاركوننا بالرأي. نحن في انتظاركم قبل هذا الموعد بساعة تقريبا، وهمزة وصل جديدة. شكرا لكم.